أبونا، أنا حصل موقف معايا من 3 سنين مش عارف أعترف بيه. أنا كنت وقتها في ثانوي، وفي مرة قلت كلام صعب لشخص كان المدرس بتاعي، وكان راجل كبير في السن وتعبان، وأنا أهنته بكلام وحش برغم إني اتأسفت له وقتها وحاولت أكلمه كذا مرة بعدها أطمن عليه، لأنه من ساعة الموقف ده وتعب ومبقاش يجي الدرس ولا المدرسة. ولما كنت بكلمه كان تقريبا مش في وعيه وتعب خالص بعديها وشوية وتوفى. الموقف ده مش قادر انساه، وبقول اني كده قتلته ويتمت عياله من كلام سخيف، ومبقتش قادرة اعمل حاجة في حياتي عشان الموضوع ده قدامي. مش عارفة اتصرف ازاي، وبقيت حتى خايفة اصلي او اكل عشان تأنيب الضمير. اتصرف ازاي واعترف ازاي بالكلام ده؟ وهل ربنا هيعاقبني فعلا حتى لو سامحني؟ مش حاسة اني هقدر اسامح نفسي. حبيبي، في اخطاء كتيرة قوي بنعملها، وخصوصا واحنا صغيرين ما بنعرفش نتائجها. انا مبسوط ان انت عندك ضمير، وان ضميرك صاحي، وانك متضايقة انك عملتي كده. مبسوط جدا انك تأسفتي له وحاولتي تطمني عليه. انت انسانة كويسة حبيبي، وربنا شايف ده كله فيكي. اذا كنت انا شايف ده فيكي فهو شايف فيكي كده برضو. روحي اعترفي عادي وقولي لابونا انا اهنت واحد، احتمال اكون سبب. هو مفيش حد بيبقى سبب في موت حد يعني، لكن قولي له احتمال اكون سبب في موته، وانا تعبانه جدا من الحكايه دي، وابونا هيقرا لك التحليل وخلاص. على كده ما تقعديش تشغلي بالك، لان يسوع عارف ان انت من جوه بقيتي متضايقه وزعلانه ومش عاوزه تكملي كده. فهو يسوع بيحس بيكي حبيبي، ان يسوع ده جوانا، يسوع ده مش برانا. يسوع شايف الألم اللي انت فيه، وشايف التعب اللي انت فيه، وتأنيب الضمير اللي انت فيه، كله شايفه وعارفه وحاسس بيكي تمام. كل اللي تقوليه سامحني يا رب على إذا كنت عملت حاجة فعلا أثرت في حياة إنسان، لكن تأكدي إن يسوع هيغفر لك وهيسامحك على طول ما دمتي بتعترفي بالخطية دي. لو سمحت يا ابونا قولي اعمل ايه. انا بصلي كل يوم وبقرا الكتاب المقدس، بحاول اكون كويسه وما اعملش خطيه، بس مشكلتي اني بتعصب كتير على الولاد بسبب الشقاوه والمذاكره، ومش بيسمعوا الكلام، وممكن كمان اضربهم. بعد كده باجي اخر اليوم ببقى متضايقه من نفسي قوي، وببقى مكسوفه من ربنا قوي. وانا بصلي، صليت لربنا كتير اني بطل كده، ومش عارفه. انا عارفه ان دي اكيد خطيه. قول لي يا ابونا اعمل ايه، وهل ده ممكن تكون خطيه تمنع دخول السماء؟ ما فيش خطيه تمنع دخول السماء، لان ربنا يسوع المسيح له المجد دفع ثمن كل الخطايا اللي بنعملها دي بدمه. فاحنا ما عندناش مشكله في الخطيه، احنا عندنا مشكله في جرح مشاعر ربنا بخطيتنا. فاي خطيه سواء منرفزه او غضب او شتيمه او اي خطيه، هي جرح لمشاعر ومحبة ربنا الأكيدة ليا. فأنتي محتاجة بس تكونترول يور سيلف، تتحكمي في نفسك وفي أعصابك، وتفتكري دايما أنهم ولاد صغيرين. يعني أنتي نسيتي أنهم ولاد صغيرين؟ إحنا كتير قوي بنفتكر نعمل دماغنا بدماغهم، وكأنهم في نفس سننا وبيفكروا زينا. لأ، هم لعبيين ومش عاوزين يذاكروا وما بيسمعوش الكلام، ودي طبيعة الأطفال. لكن أنت لما تثبتيهم في ربنا وتعمل لهم طريقة بدل الغضب والنرفزة، تبتدي تخترعي في البيت طريقة، تحطي مثلا ستارز، وتدي لكل واحد ستار على الحاجة الكويسة، وتشيل ستار من الحاجة الوحشة، وتيجي في آخر النهار تشوفي مين اللي عنده ستارز أكتر، وحاجات كده تخليهم بيتعاملوا معاكي كويس أوي، وبيسمعوا الكلام بدل النرفزة والشتيمة اللي مش هتجيب حاجة، غير انها تعلمهم العصبية هم كمان، وهتبقى الحكاية كلها في البيت على طول.